مستجدات الموقف الأمريكي بشأن الحرب في قطاع غزة تتفاعل. مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان حل بإسرائيل لبحث ملفات تتعلق بغزة. مسؤول بالإدارة الأمريكية نقلت عنه رويترز قوله إن سوليفان ناقش مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو التحول إلى حملة عسكرية أقل كثافة تركز على الأهداف ذات القيمة العالية، متحدثا عن توافق على أن مستقبل غزة يجب أن يكون بقيادة فلسطينية. كما تحدثت وسائل إعلام إسرائيلية عن تناول محادثات سوليفان التوقف عن استهداف المدنيين وإمكانية عقد هدنة، فضلا عن إصلاح السلطة الفلسطينية ودخول العمال الفلسطينيين لإسرائيل ومحاسبة المستوطنين المتشددين. واحدة من القضايا التي تحدث بها جيك سوليفان مع المسؤولين الإسرائيليين هي مسألة التقدم في الحرب وكيف يمكن أن تنتهي. تحدث كذلك عن احتمال الانتقال من ما نسميه العمليات العسكرية عالية الشدة كما يفعلون الآن إلى عمليات أقل شدة. وسائل إعلام إسرائيلية تحدثت عن إبلاغ تل أبيب لواشنطن بأن الهجوم المكثف على غزة قد يتوقف نهاية يناير المقبل، على أن يلي ذلك مرحلة من العمليات الخاصة قد تمتد لسنة. وأفادت القناة 12 الإسرائيلية أن هذه الخطة أعدت للعرض أمام سوليفان وتتضمن إمكانية فتح المعابر لإدخال المساعدات. لكن وتزامناً مع زيارة سوليفان كشفت تل أبيب عن إمكانية امتداد الحرب في غزة لوقت أطول من المتوقع، إذ قال وزير الدفاع الإسرائيلي يولاف جالانت إن جيش بلاده يحتاج شهوراً عدة للقضاء على حماس. هذا الموقف قد يعمق الخلاف مع الولايات المتحدة التي تبدي قلقاً متزايداً بشأن القتل المدنيين. أريدهم أن يركزوا على كيفية حماية حياة المدنيين وليس التوقف عن ملاحقة حماس، بل أن يكونوا حذرين أكثر. تحاول واشنطن تفادي المزيد من الضغوطات والانتقادات التي تطالها بسبب دعمها العسكري والسياسي المطلق لتل أبيب خلال حملتها على غزة. لكن يبدو أن المساعي الأمريكية لوقف استهداف إسرائيل للمدنيين ما زالت دون نتائج على الأرض حتى الآن، مع تسجيل أعداد كبيرة من الضحايا المدنيين بسبب القصف الإسرائيلي لقطاع غزة.